هي التصوير الفوتوغرافي في البداية أن أنا أسوي كتالوجات خاصة للمعارض، ففكرت أن أنا أصور، وكانت هذه البداية بالنسبة حق تصوير الأعمال التشكيلية والمنحوتات والخزفيات. بالنسبة حق هالموضوع هذا من تصوير المايكرو، يعني كنت أشوف بالنسبة حق تنظيم المعارض اللي عندنا تصوير فوتوغرافي، كنت أشوف مصورين فوتوغرافيين يصورون مايكرو، فقلت أنا ليش ما أطور نفسي و يعني تطور الموضوع، قمت أصور مايكرو. بالبداية شريت العدسة، وبالبداية تمت عندي يمكن فترة بسيطة. عقب هالفترة هذه مرت فراشة بالغلط، وكانت العدة موجودة عندي بالسيارة، فقمت جبت لها وردة مجنونة وحطيت لها على الوردة وقفت عليها، فقمت نزلت العدة مالتي وقمت أصور. راح تشوفون إن شاء الله بالباكراوند راح تكون شلون طريقة التصوير نفسه. طبعا في هما لقطتين انا اول مرة اشوف لسان الفراشة، فكان بالنسبة لي سبحان الله شيء جديد بالنسبة حق تصوير المايكرو. وراح يكون في تصوير عناكب، بعض العناكب اللي هو جامبنج سبايدر اسمه تقريبا، يعني هذه الشغلات اللي صورتها من احلى اللقطات اللي كانت عندي. بداية ان انا اوثق بعض الابراج عن طريق التصوير. وبالنسبة حق تصوير المباني وسوق شرق والسوالف هذه كلها، تطور معي الموضوع، قمت أصور بانوراما. يعني تصوير البانوراما هو إنك تأخذ أكثر من لقطة وتحطها بلقطة واحدة، ففي مجموعة من البانوراما قمت أصورها أنا بهالطريقة هذه. مرة من المرات وأنا جاي الدوام شفت برج الحمرة إن عليه غيم. طبعًا قبل أكون تصوير الدرون اللي هو عندي، صورت برج الحمراء عن طريق الأرض، وعقبها بفترة اللي هو قمت أشوف أنه انتشر تصوير الدرون. تصوير الدرون عادة يعني وايد اختصر وايد شغلات، فشفت الفرق بين تصوير الدرون والتصوير اللي هو على الأرض، فيهاز لي وايد أكثر اللي هو تصوير الدرون. بالنسبة حق تصوير البانوراما، بلش أن أنا أصور البانوراما اللي هو الديرة، أن أنا أخذ أكثر من لقطة وأطلع تقريبا أكبر صورة فوتوغرافية تكون عندي. صورت الديرة بالأوقات اللي هي الشتوية، اللي هو وقت أحسن تصوير يكون في الشتاء، إنه يكون في غيم، يكون في ألوان بالنسبة حق السماء. فإنك تأخذ مثلاً 10 لقطات عقب تطلعها بلوحة، أنت كبداية كصعوبة. صورت أكثر من صورة طبعاً خلال الكويت أو برا الكويت. من بعدها تم تصوير اللي هو عن طريق الدرون. الدرون اختصر وايد شغلات بالنسبة حق تصوير بانوراما. يمكن في ميزة موجودة هي بالدرون انك تصور بانوراما، ولكن انا كبداية ان انا سويت ان انا اكون ان من نفسي ان انا اصور اكثر من لقطة وادمجها تكون لقطة واحدة. تصوير الدرون تم تصوير بعض الفيديوهات كفيديو اثناء مثلا وجود مثلا الغروب والشروق. من بعدها شوي تطور الموضوع ان على اساس ان انا خلاص ان اتم على تصوير معين استمر فيه. شاركت بمعرض الكتاب بالنسبه حق اللي هو برج الحمراء اللي تكلمت عنه قبل شوي، هي اللقطه اللي كانت عن طريق الارض. وعقبها عاد شاركت في اكثر من معرض بالنسبه حق المعارض. قمت اوثق بالنسبه حق تصوير نادي البحري كمتطوع تصوير فوتوغرافي، وشاركت في معرض نادي البحري، وشاركت في معارض خارج الكويت وداخل الكويت. أقرب التصوير اللي هو كان إن لسان الفراشة أول مرة الناس تشوفه اللي صورتها، وبالنسبة حق تصوير اللي هو برج الحمراء مع الغيم، كانت هذه أبرز الأعمال اللي الناس تفاعلت فيها. تم تصوير اللي هو كان في استضافة حق تمثال اللي هو المكسيكي خورخي مارين في متحف الفن الحديث، فقمت صورتها عن طريق التايم لاب في طريقة معينة، وقمت صورت اللي هو الغيوم والنجوم في طبعا في البر. بالنسبة حق المعدات انا استخدم تقريبا اللي هو 5D مارك 2 مع عدسة 24-70. البرامج اللي استخدمها اللي هو الفوتوشوب واللايت روم. طبعا اخذت كخبرة بسيطة بالنسبة لي انا عن طريق الانترنت اللي هو اليوتيوب، ان انا شلون اطور من نفسي واطور من التصوير نفسه. بالنسبة حق هالجانب هذا، انا احب ان انا اصور على اساس ان اشوف الزاوية المعينة حق المبنى، في ان انا اوثق التراث الكويتي والمباني الجديدة.
بالنسبه حق تصوير اليوم اللي هو البانوراما، البانوراما لازم تختار الوقت المناسب على اساس انك تصورها. طبعا اختيار الوقت وعلى اساس انه كالوان بالنسبه حق السماء، طبعا الوقت اللي احنا قاعد نصور فيه حاليا هو افضل وقت لتصوير الجسمه البانوراما، لان اذا تاخرنا شوي وقت الغروب راح تطلع معنا صوره ثانيه. يعني احنا بامكاننا ناخذ اكثر من لقطه خلال النهار وخلال الغروب وخلال اللي هو البلو اور، الوقت الاضاءه الزرقاء يعني. فراح تكون عندنا عده لقطات بالنسبه حق تصوير البانوراما، وان تصوير البانوراما هي اساسا انك تاخذ اكثر من لقطه، ممكن خمس صور او 10 صور، ممكن توصل ل 15 صوره، وعقبها تركبها في برنامج الفوتوشوب او اللايت روم، وتكون عندك انت صوره فوتوغرافيه متكامله مركبه عن طريق اللي هو البرنامج الفوتوشوب. احنا راح نكون ناخذ اكثر من لقطه، وهاللقطات تقريبا من اغلب التصوير الفوتوغرافي ياخذ لقطات معينه. احنا راح ندمج تقريبا نقول 20 صوره على اساس انه يكون التصوير الفوتوغرافي. طبعا البانوراما راح تكون وايد مساحتها صغيره بالنسبه حق كطول راح تاخذ، فاحنا شلون نكبر تصوير البانوراما راح تكون اكبر حجمها، وتكون تملي المكان بالنسبه حق اذا احنا عقب بنصورها تكون حق الطباعه تكون احسن. الاجهزه اللي راح تكون معانا اليوم طيار الدرون احدث ما توصل عليه اللي هي دي جي اي مافيك 3. اذا انت كنت على الارض وتصور بانوراما راح تكون ليفل واحد، ما راح تقدر تغير عنه. يعني مثلا راح يكون الارض لازم تكون موجوده بالنسبه حق تصوير اللي هو البانوراما وانت على الارض. اما اذا كانت انت طاير فوق بالسماء راح تكون المجال اوسع بالنسبه حق التصوير، وممكن انك تاخذ انت مثلا حتى لو تكون التصوير 360، طبعا 360 درجه بالنسبه حق تصوير البانوراما. بالنسبه حق البانوراما نفسها هي جماليتها ان تكون حجمها كبير ويكون فيها التفاصيل الموجوده. طبعا في بعض التفاصيل اثناء التصوير ممكن انك انت تشيل وتعدل بالنسبه حق الصوره. راح تشوفون راح تشوفون ان شاء الله المعالم الديره مالت الكويت تقريبا كلها، الاولنا الابراج الموجوده في الخلف. الهدف من تصوير البانوراما اغلب الناس حاليا يمكن توها تسكن بيوتها، فممكن ان انت عن طريق التصوير هذا ممكن تهديهم تصوير بالنسبه حق الديره، يكون مثلا في بيوتهم، يعني كاهداء حق تو نازل البيت. يعني انا ما اشتركت بالنسبه حق البانوراما، ما اشتركت في معارض، لكن كان في لقطات بسيطه بالنسبه حق تصوير البانوراما. اكثر المشاركات مو مشاركات تعتبر، اللي هو انزل في وسائل التواصل الاجتماعي ان انا انزل صور البانوراما. يعني راح نكون ان شاء الله قدام في معارض، ان شاء الله راح تكون عن طريق المعارض التصويري والفوتوغرافي او المسابقات تصوير البانوراما راح اشارك فيها ان شاء الله قدام. احنا راح ناخذ اكثر من لقطه وراح ندمجها كبداية. يعني عقب ما احنا ندمجها راح نكون نعدل شوية الألوان ونضبط الألوان، وإذا كان مثلا في شغلات بسيطة احنا ممكن نعدل ونشيل ونحط فيها كجمالية بالنسبة حق هالصورة. طبعا أغلب الناس أو أغلب الفنانين التشكيليين يمكن يعتمد بالنسبة حق هالتصوير هذا على أساس انه يكون في عنده لوحة فنية تشكيلية. راح نستخدم إن شاء الله برنامج الفوتوشوب في تعديل الصور وتركيب الصورة البانورامية وتعديل الألوان ودمج الصور تقريبا. بداية التصوير بالبانوراما لازم يكون مساحات فاضية، ما تكون مثلا نص مبنى وتبلش من عنده، لازم تكون في العناصر الموجودة في نص التصوير، ما تكون انه تقريبا انه مثلا جزء منها ماكل منها، على أساس انه يكون التصوير كله كامل وتكون انت مرتاح في انك انت تطلع صورة جمالية حلوة. والله أنصح الكل إنه إذا كان حاب إنه التصوير هذا، هي بالنسبة للتصوير هي بداية هي تكون هواية، وإنه ما يأذي مثلا الناس أو إنه يصور ناس أو في المناطق السكنية داخل مناطق السكنية، يروح أماكن مفتوحة إنه ممكن إنه ياخذ الإذن بالنسبة حق التصاريح في إنه يصور الجماليات الموجودة في الكويت. تقريبا اللي مركز أنا الحين في الفترة هذه اللي هو تصوير البانوراما، عندي مشروع قدام ان شاء الله راح يكون ان انا تقريبا ان اوثق المباني التاريخيه مع الابراج الحديثه، فتقريبا هذا راح تاخذ وقت ان شاء الله لمده تقريبا سنه راح يكون الشغل، ان انا اوثق هالمباني هذه وان انا شلون طريقه الحفاظ عليها.
بالنسبة لشخص يسافر ويصور عندك عدة خيارات، إما استخدام الهاتف النقالة وهي سهلة وعملية وبسيطة تقدر تستخدمها بأي وقت وسريعة جدا في التعديل. ثاني شغلة عندك الكاميرات الاحترافية اللي تنقل مستوى التصوير من عادي إلى احترافي إذا استخدمتها صح وجودتها بالتصوير جدا أعلى. ثالث شغلة عندك الدرون، وأنا شخصيا من عشاق الدرون لأنه يعطيك زوايا ما تلاقيها بولا جهاز ثاني. خلال رحلاتي عادة أحاول أركز على تصوير المناظر الطبيعية وإبداع خلق الله سبحانه وتعالى. جمعت هالشغلة مع ترند سميته بوست الجمعة. يوم الجمعة الناس تكثر من صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من فضل، فجمعت الأناشيد اللي تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفيديوهات اللي قد صورها وطلعت بعدة فيديوهات لاقت انتشار كبير فضل الله سبحانه وتعالى على مواقع التواصل الاجتماعي، منها فيديو رحلة قرقيزيا، فيديوهات رحلة الأردن، فيديو لرحلة النرويج. مثال على ذلك سنة 2019 رحت إلى وادي رم في المملكة الأردنية الهاشمية عشان أصور هذا الفيديو. قمنا من الفير، صلينا الفير وطلعنا ركبنا على جمال عشان نلحق نصور الشروق من على ظهر الجمال، وكانت هذه النتيجة. دائما بعد ما أصور أي صورة أخذ الصورة ودخلها على برامج التعديل وبالأخص برنامج أدوبي لايت روم. هالبرنامج يعطيك إمكانيات جدا عالية في تعديل الصور من ناحية الإضاءة والألوان. مثال على ذلك هذه الصورة اللي صورتها في مكة، سحبت كل الألوان الموجودة بالصورة وخليت لون واحد بس وعطانا هذه الصورة الجميلة. عند تصوير أي صورة يفضل استخدام برامج التعديل الاحترافي عشان تطلع الصورة بأجمل شكل من ناحية تعديل الإضاءة والألوان. من الصور المقربة إلى قلبي الصورة اللي صورتها باستخدام الهاتف النقال أثناء أداء العمرة لهذه المرأة. كانت ماسكة السبحة وحاطة إيدها على الكعبة. المشهد كان جدا مؤثر وهي تناجي ربها سبحانه وتعالى، فحاولت أبين معاني هذه المناجاة من خلال هذه الصورة، وسحبت الألوان أثناء التعديل عشان نعطي نوع من الدراما، وطلعت ويانا هذه اللقطة إن شاء الله تنال على إعجابكم. وأيضا من الأمثلة على تعديل الصور أثناء زيارتي لمدينة إسطنبول بالأخص جالاتا تاور، قعدت بهذاك اليوم تقريبا 4 إلى 5 ساعات بس أفتر حوالين البرج أدور زوايا عشان أصور باستخدام الآيفون، وطلعت وياي نتائج حلوة الحمد لله. أخذتها حطيتها برنامج أدوبي لايت روم واشتغلت عليها تعديل بمزاج، حاولت أسحب الألوان، أحب عادة أسحب الألوان في بعض الصور إذا نوع من الدراما يكون فيها، وفي صور أخرى لا أزيد فيها الألوان إذا ببين لون الطبيعة، ببين شوي بهجة بالصورة، أرفع الساتوريشن شوية. فصور جالاتا تاور حاولت أسحب الألوان ظلمتها شوية زيادة وطلعت وياي هذه النتائج. دائما قبل أي رحلة أسافرها أفتح يوتيوب، جوجل، بنترست وأغذي نفسي بصريا بصور وفيديوهات لهذه الدول عشان أشوف الزوايا، أشوف الأماكن، أشوف الإضاءات، يعني إضاءة الشمس بتكون مناسبة لتصوير هذا المكان. من الأمثلة على ذلك رحلتي الأخيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تحديدا إلى منطقة البتراء. في مدينة البتراء شفت صورة تطل على الخزنة وهي أحد المعالم الأثرية المشهورة هناك. الصورة كانت مصورة من فوق. عشان نوصل المنطقة هذه عزكم الله ركبنا على ظهر الحمير وصعد فينا 800 سلم لحد ما وصلنا لهناك على جبل اسمه جبل الخبثة. وبعدين أنا وزميلي كان موجود وياي وقفنا على حافة الجبل وواجهنا الخوف من المرتفعات عشان نحصل على هذه الصور على ارتفاع تقريبا 60 إلى 70 متر تطل على معلم الخزنة مثل ما قلت، وهي مشهورة جدا في الانستغرام. يعني إذا تطلعون تتابعون الناس اللي تسافر وتصور راح تلاقون صور مشابهة، لكن حاولنا نتميز بالعدسات وبالتعديل، وإن سافرنا بوقت الكورونا فشوي المكان كان فاضي. عشان الواحد يحصل على محتوى ناجح في عدة أمور أساسية في التصوير، الشغلة الأولى الإضاءة، الشغلة الثانية الزوايا، الشغلة الثالثة الفكرة. عشان نحصل على إضاءة جميلة عادة أحرص وبشدة أن وقت السفر أقوم الفير عشان ألحق على إضاءة الشروق الجولدن أور وتعطيك إضاءة جدا جميلة، وأيضا وقت الغروب، يعني هذا الأفضل وقتين بالنسبة لي للتصوير أثناء السفر. الشغلة الثانية عشان أبين الزوايا الحلوة عادة أميل استخدام الدرون اللي يعطينا نظرة مغايرة جدا عما تشوفها العين البشرية في الوقت العادي. قبل سنوات الواحد إذا بيصور تصوير جوي لازم يستأجر هليكوبتر ويطير عليه معاه معداته وكاميراته عشان ياخذ زوايا مختلفة. الحين مع تطور العلم صار الدرون بين يدك،
تاخذ الدرون وتطيره وين ما تبي. وجدا احب الدرون لانه يعطيك زوايا مختلفه ومغايره تماما عن ما تشوف العين البشريه. ومن اللقطات اللي احبها اللي صورتها في المملكه الاردنيه الهاشميه في منطقه وادي رم، تسلقنا الجبل لمده ساعتين او ثلاث ساعات عشان نوصل لصخره اسمها صخره البرده، وهي تشكيل حجري جميل على شكل جسر متكون في الجبال. ومن خلال التسلق هذا وصلنا لهذا المكان بعد معاناة، وطيرنا الدرون وقعدنا نصور في هذا المكان. للأمانة كان مشهد خيالي جدا بالنسبة لي، أول مرة أشوف شيء كذي، والحمد لله أنا قدرت أشوف شغلة هذه لأن استخدمت هذه التكنولوجيا الميسرة لنا. إن في التطوع حياة، التصوير الإنساني بالنسبة لي هو الوجه الجميل أو الأجمل للتصوير لما يحمله من عدة معاني وقيم. الشغلة الأولى من مميزات هذا التصوير إن لما تكون نيتك الخاصة الله سبحانه وتعالى أنت كتاخذ أجر والحسنات إن شاء الله. الشغلة الثانية في نوع من السعادة والرضا الداخلي تحس فيه من وراء هذا التصوير. الشغلة الثالثة أنت قاعد تعين إخوانك المسلمين المحتاجين في كل مكان. الشغلة الرابعة أنت قاعد تنشر الوعي وتغير من مفاهيم الناس من خلال هذا التصوير. من الرحلات اللي طلعت فيها في مجال التصوير الإنساني، رحلتي الأخيرة إلى بنغلاديش إلى أكبر مخيم للاجئين في العالم والاستضيف إخواننا اللاجئين من الروهينجا. المخيم يضم أكثر من 1,000,000 لاجئ يعيشون في عشيش متراكمة على بعضها البعض. فكنت ماخذ معي الدرون وكان عندنا وقت قصير جدا للتصوير. حاولت أني يعني أصعد لي على تلة من هذه التلال عشان أصور المناظر الموجودة هناك. التصوير اللي نشرته لاقى يعني صدى كبير فضل سبحانه وتعالى. وايد ناس عمرهم ما سمعوا بهذه القضية وصلت لهم رسالة من خلال التصوير. خلال رحلتي الأخيرة إلى المملكة الأردنية الهاشمية زرت منطقة العقبة المطلة على البحر الأحمر، واللي يروح البحر الأحمر لازم يجرب تجربة الغوص. وعشان أنقل هذه التجربة أخذت معي كاميرا الجوبرو اللي ممكن تنزل فيها تحت الماء عشان تصور. بالنسبة لي كانت أول تجربة لي في الغوص وأول تجربة لي في التصوير تحت الماء، فكانت تحدي كبير جدا ما بين أني أستمع لتوجيهات القايد اللي ويانا وبين أني أحاول أخذ الزوايا واللقطات المناسبة. مشروع تصوير اليوم هو في سوق شرق وبالأخص هذا المرسى الجميل. راح نحاول نغطي هذا المكان باستخدام الدرون ونطلع لنا مقطع قصير خفيف لطيف. راح نركز على عدة شغلات، منها الجسر الموجود وهو جسر سوق شرق المشهور، وأيضا على القوارب الموجودة، اللحظات الغروب اللي تعطي إضاءة والوان جميلة، نحاول نبين جانب من الديرة ونجمع كل هذه اللقطات بفيديو قصير. راح نستخدم طيارة المافيك اير 2 ونحاول ننوع باللقطات. قبل التطير الواحد لازم يتأكد أن معداته جاهزة من ناحية الشحن، من ناحية الميموري، من ناحية الفلاتر إذا كان راح يستخدم فلاتر، وتأكد أيضا من التصاريح لازم أنها تكون موجودة معه. الشغلة الثانية لازم يدرس المكان، ينتبه للشغلات اللي حوالينا، ما يضايق الناس، يحاول يبتعد عن الناس ويتوكل على الله ويطير طيارته. بالنسبة لتصويرنا اليوم راح أبلش التصوير إن شاء الله من عند جسر سوق شرق. راح أسحب الطيارة من تحت الجسر من غير لا ندعم إن شاء الله، نطلع باللقطة هذه. بعدها راح أنتقل على المرسى، راح أصور من عدة زوايا المرسى، ممكن أصور على جنب، أصور توب فيو، أقرب شوي وبعد شوي عشان يصير عندي تنوع باللقطات وأكون مرتاح وقت المونتاج. بعدها راح أحاول ألف الطيارة وأصور عكس جهة الشمس، راح يعطينا نوع من إضاءة الحلوة خاصة وقت الغروب هذا. وبالأخير راح أصور توب فيو والطيارة تصعد وبحاول أن يكون في قارب تحتها نصيده. بعد ما خلصنا من التصوير اللي باقي الحين أخذ هذه اللقطات راح أدخلها برنامج أدوبي بريمير اللي استخدمه لمونتاج جميع الفيديوهات. أول شيء راح أختار اللقطات، راح أقصصها، راح أرتبها حسب الترتيب اللي أشوفه مناسب، وبعد ذلك راح أضيف عليها التلوين المناسب والصوت المناسب ويطلع ويانا الفيديو إن شاء الله بشكل جميل.
من الأشياء اللي تميز تصويرنا اليوم المكان والتوقيت. المكان ليش؟ أولاً شكل مبنى سوق شرق المميز، ثانياً عندنا حركة القوارب الموجودة، حركة القوارب فيها نوع من الأكشن، حركة الماي، قوارب رايحة، قوارب رادة، تعطيك كثير من اللقطات. الشغلة الثالثة عندك السماء والغيوم اليوم تبارك الرحمن جميلة، أيضاً استمعت مع غروب الشمس، وهذا توقيت جداً جميل للتصوير، واجمع معهم الماي والسماء وتطلع بلقطات حلوة إن شاء الله. نصيحة لكل مصور ومبدع حاب يتميز في هذا المجال، عدة شغلات لازم تسويها عشان تطور من نفسك بشكل مستمر. أول شغلة جرب، ثاني شغلة جرب، ثالث شغلة جرب، كثر ما تقدر جرب ثم جرب ثم جرب، مع الوقت راح تشوف أن تصويرك تحسن. حاول تقلد مصورين متميزين لفترة معينة، بعدين لما توصل لمستوى حلو ضيف لمستك الخاصة عشان ما يكون شغلك كوبي بيست. الشغلة الثالثة، في كثير من المواقع اللي توفر لك الدورات أونلاين وأيضا الدورات المجانية اللي تساعدك على أن تفهم التصوير بشكل أفضل، تفهم المعدات الموجودة عندك بشكل أفضل، تعرف تختار الزوايا الصح، التوقيت الصح. أيضا في مجال التعديل في كثير من الدورات اللي تساعدك أن تطور من نفسك. الشغلة الثالثة، في كثير من الكتب الموجودة في مجال التصوير واللي تعينك على أن توسع مداركك في هذا المجال. الشغلة الرابعة، ممكن تدش دورات حضورية وأيضا ورش العمل، في من خلالها راح تتعرف على كثير من المصورين، راح تشوف نظرتهم للتصوير، الزوايا اللي يصورون فيها، وراح تتعلم شغلات جديدة منهم ما كنت تعرفها من قبل. أيضا من الشغلات اللي تعينك على تطوير مستواك أنك تجرب شغلات جديدة، مثلا تجرب نوع جديد من التصوير. أنت مصور أشخاص، روح جرب صور وايلد لايف، أنت مصور وايلد لايف جرب صور لاندسكيب. تنويع الزوايا هذا واختلاف فيها راح يعطيك نظرة مختلفة لما ترجع حق تصويرك الأساسي، وراح تصور بشكل أجمل إن شاء الله.